أقم العدل، أنشر الخير، دمر كل شر، كن كالرخاء القادم الذي يقضي على المجاعة، كالكساء الذي ينهي العراء، كالسماء الساكنة بعد عاصفة هوجاء تمنح الدفء لمن يقاسون البرد، كن كالنار التي تنضج الني وكالماء الذي يذهب بالعطش. أوتيت العلم واكتسبت الدراية لا لتسلب الناس، اعتدت سلوك البشر، لذلك فأنت عرضة للخطأ. أفضيلة بني الإنسان أصبح